صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم فاعل اللواط في الدنيا وفي الآخرة؟ حكمه في الدنيا إذا ثبت عليه بإقرار أو ببينة أنه يقتل، أنه يقتل حتما، هذا حكمه في الدنيا من ناحية الحد، ومن ناحية الدين أنه يكون فاسقا ولا تقبل شهادته، يكون فاسقا من الفاسقين ومرتكب لكبيرة من أقبح الكبائر بعد الشرك، فلا تقبل شهادته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، هو من أصحاب الكبائر في الآخرة، هو من أصحاب الكبائر التي دون الشرك، إلا إذا كان يستبيح اللواط، إذا كان يستبيح اللواط فهذا كافر، حتى ولو لم يفعل اللواط، إذا قال اللواط حلال فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتد. نعم.